ما تحمل ما تحمل يا عيال ما تحمل عيال. الضرب اللي جاني في المقطع اللي راح عيال غير قانوني، عيال غير قانوني صدقوني. طبعا انا خلف الكواليس كنت قاعد العب وواجهت ميلينيا، واجهتها كثير يا عيال، كثير مره كثير واجهتها. اللي استنتجته هو هذا الفيز الاول ايزي. انا ادري 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 المقطع اللي راح كنت قاعد انضرب بالفيز الاول واتعنف، صدقوني الفيز الاول يا عيال ايزي، مره ايزي. المصيبه مو بالفيز الاول، المصيبه بالفيز الثاني يا عيال. الفيز الثاني، الفيز الثاني الاشياء تبدا تصير شوي عنصريه. طبعا خلونا نتكلم شوي بالاشياء الصعبه اللي كنت اواجهها بالفيز الاول. المقطع اللي راح اول شيء كان طول السيف، وبيقولكم ان المقطع هذا عرفت كيف استخدم طول السيف حقها ضدها يا عيال. الشيء الثاني اللي هو حركة التقطيع، وبيقولكم بعد اني عرفت كيف استخدم عيال حركة التقطيع ضدها. انا ادري اني قاعد اتعنف الحين يا عيال، بس اصبر اصبر انا قاعد اتكلم والعب، فشوي الموضوع صعب. ايش بلاها متفلتة هي المرة هذه. ترى من بعد المقطع اللي راح يا عيال رحت للفيز الثاني كثير. حركة الشلال انا تقريبا يا عيال عرفت كيف اتفاداها بشكل كامل، مو كل مرة لكن يعني نقول 70 إلى 80% أقدر أتفادى حركة الشلال. يعني مثلا الحين بسم الله يلا يا رب أني أوريكم. ها شفتوا يا عيال تفاديتها، صدقوني ترى بعض المرات أتفادى أفضل من كذا بكثير. بس الحين الوضع شوي صعب لأني قاعد ألعب وأتكلم في نفس الوقت، وضعي يدوخ. أوكي مرة ثانية. أول فايت يا عيال، أول فايت اليوم، فالوضع شوي يعني الوضع يبغى له شويه تدريب، لان اليوم ما لعبت ابدا وامس ما لعبت، بس صدقوني عيني صرت افضل. هي بس كم محاوله يا عيال ثم تشوفوني حرفيا الفيز الاول اعدي منه بدون لا اتدمج اصلا. اوكي شالتني، عادي 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 عيال، صدقوني بس شويه تحميه، شويه تحميه يا عيال. شوفوا خلي تفاديت حركه التقطيع عيال كامله ضربة واحدة بس، ما ضربتني الا ضربة واحدة. طبعا حركة التقطيع هذه اذا سوتها وانا قريب منها جي جي. جاني ستان، وهذا الفيز الاول راح. الفيز الاول يا عيال مو صعب، الفيز الاول تافه يا عيال، ما راح اتكلم حتى بالفيز الاول. انا لعبت الفيز الثاني كثير يا عيال كثير. الفيز الثاني هو صعب، وانا جبت الحشرات هذه علشان الفيز الثاني يا عيال. الفيز الثاني انا انضرب فيه يا عيال، انا اجي هنا اتعنف وامشي. ما راح تعطيني فرصة يا عيال، ما راح تعطيني فرصة ابدا. شوف ببعد عنها، شوف ما في فرصة يا عيال، ما في يا عيال، ما في. يدوب بعض الاحيان يمديك تهيل، يدوب بعض الاحيان بس. اوكي هنا انا اموت خلاص. لا تستغربوني يا عيال اني ماني زعلان، انا صار لي كذا كثير. الفيز الثاني فيه مشاكل يا عيال، اللي مصمم الفيز الثاني انسان عنده مشاكل كثيره يا عيال. شفت ناس قالوا لي غير الاشفور حقت السلاح، حط السلاش اذا كانت عندك، والسلاش عندي يا عيال. ما راح اخليها طول المقطع، وما جربتها الامانه خلف الكواليس، لكن بجربها قدامكم لانكم قلتوا لي حطها، ف للمتعه ممكن تفيدني ما ادري. وات لحظه يا عيال، لحظه الدمج عالي شلون؟ يوهو لا لا لا، انا لازم اروح ارجع للمقطع اللي راح واجيب التعليق اللي قال لي حطها يا ماجد. الدمج افضل من قبل بكثير، وبعدين ما تاخذ سحر نفس اللي قبل يا عيال. عادي ضربي. اتوقع اني مت. اوه يا اخي قسم بالله اني صرت مبدع يا عيال. قلت لكم اذا سويت حركه التقطيع وانا عندها يا عيال انا اموت. ولا ننسى يا عيال ان هذه ترى تنقص من هيلي، هذه تنقص من هيلي الخاصيه هذه. شوف ترى ما لمستني ولا مره من دخلت عليها، وشوفوا كم هيلي يا عيال عشان بس تدرون ان الخاصيه هذه. بس صدقون لو ادمج هذه مع البليسنج بون اللي هي هذه، لان هذه تخليني هيل مع الوقت. يا شيخ الله يجزاك الف خير اللي كتبت التعليق، انا توقعت انها ممكن تضبط صح، بس ما تضبط كذا لهالدرجه يعني. اوكي خلصنا من الفيز الاول، هل راح تفيدني بالفيز الثاني ولا؟ لا شوفوا ابي هيل يا عيال، حلو انا ابي هيل. طبعا هي اسمها ابن امك لا والله اعطتني فرصه، غريب المره هذه اعطتني فرصه. حلو 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 حلو. لا لا اله الا الله. طبعا عطتك الكومبو اللانهائي البرمائي. الاتاك هذا يا عيال اوه
اوكي ما ادري شلون تفت ما عاد معي هيل. اخ الفيز الثاني يا اخي الفيز الثاني هو صعب. اللي بعده بسرعة الفيز الاول يا عيال قلت لكم حرفيا اقدر اخلص الفيز الاول بدون لا اتدمج. مشكلتي انا مع الفيز المتخلف هذا يا عيال. طبعا هنا ابي هيل انا. يلا يا رب تخليني. اللي بعده اللي بعده اللي بعده يا شيخ جيب جيب بسرعة يا عيال بسرعة. حشرات حشرات الحين برضو حشرات. لا لا مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا. آسف آسف. جيجي 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 جيجي. مرة تطلع فوق مرة ما تطلع فوق. عاد انت يعني وزنها انت وزنها وشوف هي وش بتسوي. طيب حشرات حشرات حشرات. اي 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 يا ماجد اي حشرات يا ماجد. لا اله الا الله حشرات. عيال هي لها زاد شلون يا عيال. لا اله يا اخي ماجد هذه الحركة اللي هي سوتها من الفيز الاول من الفيز يعني ما هي حركة جديدة عشان تحلطم. اوه يا رجل يا الله يا الفيز الثاني هذا بيجلطني يا عيال بيجلطني يا عيال. لا يا شيخ الاتاك هذا. اوه يا عيال عيال ايش الفيز هذا يا يبغالي اغير الاستراتيجيه. يا عيال انا صورت اصلا قلت لكم الكلام هذا بس بعيد لاني انا طولت وانا قاعد اقوله. جربت اشوف وور كثيره. الاشز اللي انا جربتها يا عيال مره كثيره. الزبده ان هذه اللي انا اعتمدتها اللي كتب لي السلاش يعطيك العافيه والله العظيم انك ما قصرت. السلاش رهيبه بس السلاش ما من امها اي فايده بالفيز الثاني. بالفيز الاول رهيبه رهيبه السلاش. الفيز الثاني ما تقشر بصل ما اقدر استخدمها لاني احتاج اللي هي الحقي. اوكي امورنا طيبه. شوف الاش فور هذه افضل من اللي قبل لان هذه بالفيز الثاني تساعدني. يا اخي اللي قبل شوي ما كانت تساعدني بالفيز الثاني. بسم الله بنطلع فوق صح. ياب 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 ياب. الحركات تقريبا كلها صرت اعرفها انا للحين ما شلتها ليش ما ادري. هنا الحين يسار يسار ثم تنتظر ثم يسار يسار ثم تنتظر ثم يسار يسار. لا حلو يا عين يا ماجد. تخيل اوكي هذه بعدانها بعدانها بس بعدانها. لا يا شيخ لا. بدأت توتر بدأت توتر لكن إن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله الأمور طيبة. لا 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 يا رب يا رب. يا ولد يا ولد متوتر يا عيال بشكل. لا تقول انك متوتر لا تقول انك متوتر. لا 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 لا, لا, لا والله اني دريت اني غلطت. اخر قارورة هيل يا ماجد. ايزي 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 ركز بس. لا اله الا الله. ما عاد معك هيل بس عادي
أنت تستطيع، أنت تستطيع بإذن الله. واحد، اثنين، خلاص. أخيراً يا شيخ، أخيراً. يا الله. Wait, your strength extraordinary, the mark of a true lord. I finally met my match.